السلام عليكم الاخوان الاخوات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله لكم الفيديو على حسب القنصليه المغربيه غتنتقل من فرانكفورت للبافاريا او المنطقه ديال الباير، بالضبط غتجي لعندنا المنشن مدينه ميونخ يوم 4 و5 نوفمبر من الساعه 9 الى الساعه 4، وكذلك الاحد من 9 و4. الاخوان والاخوات، درت لكم هذا الفيديو باش يكون في العلم ديالكم. نفس المكان، ولكن راه المكان تغير، ولكن راه في نفس المنطقه، ما تخافوش، راه ماشي بعيده، راه في ريم في ميسيشتاد. راح دار البلاصه، غتشوف تما غتلقاو المغاربه بزاف، ولا هذه لان غيجيو بزاف. راه نفس المنطقه، واخا غيروا العنوان، راه ماشي بعيده على البلاصه اللي كانت فيها قديم. والاخوان والاخوات، وما تنساوش نهار 4 و5 غادي يكون القنصليه غتلتحق بمدينه ميونخ. الناس اللي ساكنين في الباير يحاولوا هذا الفيديو يبارطاجيو مع خوتهم باش يعرفوا التوقيت بالضبط. شي راه رسمي، كنعطيكم شي حاجه رسميه، راه الاخ اللي غيجيو الناس عنده من القنصليه الجمعيه راه هو اللي تواصلت معاه وصيفط لي الاوديو وقال لي راه غادي يجيو 4 و5. كنتمنى من الله الناس اللي مصايبه شي حاجه وبغات تصيب تجي في 4 و5، تقدر الغرض ديالها. وكما كتقولوا راه ساهله، اي واحد بغى شي حاجه غيدخل غيشوف شنو يجي مع الوريقات اللي غيجي معاه باش ما يطيحش المشكل، ما يبقى ناقصه شي حاجه ولا هادي، باش الاجراءات ديالو تقدا ليه ان شاء الله بسرعه وما يبقاش عاوتاني يرجع عندهم. والاخوان في القضيه ديال المزراوي، راه تجمع معاهم اليوم في الباير، ما داروا معاه والو، غير كان غير واحد الاجتماع، لانهم اصلا ما يقدروا يديروا معاه والو، لان القانون، لان واحد المحامي خرج قال في القانون ما يمكنش شي واحد، لان كيتسمى هذا حريه التعبير، كل واحد خصو يقول شي حاجه. يلاه في البرلمان ولاو بغا يناقشوا بانهم يجرموا شي حاجه كدوي على اسرائيل يجرموها. الحمد لله راه ما يصوروا منه والو، مع الاسف الاخر ديال ماينز اللي وقفوه، ولكن الا مشى تبعهم قانونيا ودعاهم راه ما يصوروا منه والو، لان ممنوع قانونيا في المانيا شي واحد تحاسبوا على الراي ديالو. هذاك كيبقى الراي ديالو حريه التعبير. والحمد لله، كنتمنى ان شاء الله باذن الله هذه الفاجعه وهذه الحرب هذه تدوز على خوتنا بردا وسلامة ان شاء الله. يا ربي نصرهم واحفظهم ان شاء الله من العدوان الطاغي ان شاء الله. يا ربي ما تفاد اليوم هذا ان شاء الله، كلهم نصيرا وليا ونصيرا يا ارحم الراحمين. والاخوان كما قلت لكم، المظاهرات اللي كاينين هنايا، راه كاينين المظاهرات، ولكن واحد الصعوبه كنلقاو، واحد الصعوبه كبيره بزاف من ناحيه ديال الامن. خصك تكونترولي شنو غتقول، كيجي واحد اخر كيستفزك بزاف ديال الحوايج. كنتمنى من الله نحاولوا تهدد فهاد القضيه هذه، نزيدوا بها شويه نستافدوا في هاد المظاهرات. وكنتمنى من الله الاخوان اللي في الدول العربية، الحمد لله ربينا على ذاك التضامن والتلاحم، وهذه هي الفرصة سبحان الله. هذه هي القضية اللي كيتوحدوا فيها العرب كاملين ومسلمين، وحتى سميتو حتى بعض الناس كي ضدنا، ولكن الأغلبية معنا. نحاولوا هذه الأمة الإسلامية ولا الأمة العربية ولا اي حاجه كتجمعنا، ولا كيما يكون الناس اللي كتجمع الاسلام والدين، ولا كيتنفسوا معنا الهواء وكيبغيو الانسانيه وكيدافعوا على حقوق الانسان، نعاودوا نتجمعوا، نحيدوا هاد الصراعات الدينيه، سني شيعي نحيدوها باش نزيدوا لقدام. ها انتم كتشوفوا الاخوه، القضيه كامله، القضيه على فلسطين قاعد تجمع السني والشيعي. راه هذه راه شي حاجه من عند الله، راه واخا فيها كاين واحد، كنشوفوا واحد الدماء كطيح، ولكن راه كنشوفوا الايجابيات ديالها. انت كل شيء واقف، كنتمنى من الله من الشعب المصري حتى هو يزيد يعاون ذاك الشعب، يزيد يفتح لهم الحدود باش يساعد الاخوان تاعنا في فلسطين. الناس تاعو غزه راه الناس محنه بزاف، واكله الضق، والمغاربه تاهما كنمنى، وانا افتخر كنكون مغربي، والله كنزل لكم الشاب افتخر انني مغربي على ذاك الشيء اللي درتو، خرجتو رغم 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 ذوك المتطبعين، ولكن بينا بان الدوله المغربيه الدوله الشريفه، وهذه المملكه كتبقى
هي الوحيده اللي معاهديه ضد التطبيع، والحمد لله راه تبرهن، راه هزوا حوايجهم وخرجوا كيجريو بحال القطار. والاخوان اخوان ما تنساوناش بالدعاء ديالكم، وما تنساوش بارطاجيو هذا الفيديو على حساب الناس اللي بغات تجي للقنصليه باش يوجدوا ريوسهم ويجيبوا معهم هذوك الوثائق اللي كما قلت لكم الوثائق ضروريه، اللي خاصها شي ناقصه شي حاجه يحاول يدخل السيت ويشوف كل شيء راه كاتبين كاملين. والسلام عليكم. قالك هو في هاد الدول العربية الإسلامية أكبر تيار ملاحظة هما المغرب قالها بفمه وأنا وعارف هو ما يقدرش يهضر ما يقدرش يجاوب، لأن عارف بأن ما كاينش شي حاجة قلتها ما قالتهاش. بحال نهار اللي قلت نهار اللي فضحتو نهار اللي قال نهار اللي عين راسي السفير وقلت بأن هذه راه دير مأساة، والصحافة كتنشر داك الشيء راه مأساة. أنت هاش عباد الله رجعوا لبلاغ الملاك ورجعوا لبلاغ الملاك، حنا باقي ما درناش معاكم السفارة وعينتي السفارة، علاه أنت حطيتي لا دوموند ديالك استقبلك الملك وهذا الملك استقبل السفارة، علاش أنت ما استقبلتش؟ علاش بكل وقاحة باقي كتحط لومباسادور فلان مدير المكتب ولا البيع تا ولا هذا اكزاكتومون صحة صحة؟ علاش؟ لأن هو مستعان باللوبي المغربي الذي يخدم مصالح إسرائيل في المغرب. بيان سور كاين لوبي قوي، حنا راه عارفينه بلا ما راه قال لك